خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه المصري بنحو 15% مقابل الدولار الأمريكي، مما أثر على الاقتصاد المحلي وخاصة قطاع التطوير والعقارات لاعتماده على الواردات بشكل كبير. ده التأثير الظاهر حتى الآن، إن الإمباكت حالياً حوالين 30%، بس ده التأثير المرحلي اللي ظاهر حتى تاريخه. لم يكن التأثير مالي فقط، بل تسببت التغيرات في الأسعار في تباطؤ السوق، حيث أبلغت بعض شركات البناء عن تأخيرات تزيد عن 40 يوماً، وذلك يرجع لإعادة التفاوض بشأن العقود في ضوء تغيير الأسعار مع الموردين والعمل على التغلب على مشاكل ندرة بعض المنتجات الحيوية. هو قطاع الكونستراكشن عموما بينقسم إلى ثلاث أقسام: الكونكريت ورك، الام اي بي اللي هي الالكتروميكانيكال، والفينشز ورك. خلاص الكونكريت ورك ما فيش فيها مشاكل اطلاقا، لان الاسمنت متوفر عندي هنا في البلد والحديد متوفر عندي هنا في البلد. الالكتروميكانيكال جزء كبير جدا منه استيراد، فده هيتاثر. خلال هذه الفتره من عدم الاستقرار كان الموردون مترددون في بيع وتسعير المواد للمقاولين والمطورين، ويعود ذلك الى الصعوبات التي تواجههم في تامين سلاسل التوريد الخاصه بهم. اللي عنده خامات متوفرة عنده خايف يطلعها عشان ما يعرفش يستعوضها، خايف في تسعيرها، بيحط هامش ربح عالي جدا كنوع من الكونتنجنسي عشان يقدر يستعوض الماتيريال، لأن هو أي حد بيتعامل في 100 وحدة من أي خامة عايز أما يبيعها ياخد هامش ربحه واللي يتبقاله يقدر يستعوض بيه 100 وحدة تاني. إن تخفيض قيمة الجنيه المصري ليس التغيير الوحيد الذي يتعاين على القطاع مواجهته. قامت مصر بتغيير سياسات الاستيراد، مما وضع الشركات تحت ضغط كبير لتأمين السيولة اللازمة من العملة الأجنبية لمواصلة عملهم. الاستيراد قبل كده كان بيتم عن طريق ليتر اوف كريديت أو حاجات زي كده، اللي هي بحيث إن الراجل بيورد اون اكاونت بيمنت، مش بالفول اكاونت بيمنت. دلوقتي حاليا لا، لازم يدفع الفلوس كلها بتاعت السبلاي، تاني كده الميكانيزم نفسه اتغير. يعني حاجه زي دي ممكن تكون ليها تاثير على المستوردين نفسهم او الشركات المستورده يعني، ولكن الدوله برضو بتاخد الاجراء اللي هي شايفاه ان هو صحيح، بحيث ان هو يحفظ لها حقها في ان الدولار يبقى ما يعلاش اكتر. تعمل مصر على الحد من تأثير الوباء وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المحلي، وأعرب البعض عن الحاجة إلى إجراء تغييرات على الجانب السياسي لدعم القطاع. اللي ممكن يتعمل دلوقتي إن هي الدولة تخفف شوية من الأعباء اللي موجودة على القطاع، تسهل له الوصول إلى التمويل. حالياً القطاع يعني البنوك مثلاً المحفظة بتاعتها مفروض إنها ما تزيدش عن 5% من السياحة والتشييد والبناء، إذا ما يقدروش يدوا تمويل ولا قروض لقطاع التشييد بأكثر من 5% including التوريزم سيكتور، وده يعني غالبا مش محفز جيد جدا للقطاع ده إن هو يتحمل كل الأعباء والمخاطرات اللي ممكن إن هو يخش فيها. هذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها القطاع مع مثل هذه الصدمة. في عام 2016 قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، لذلك يعتقد البعض أن بمجرد أن يمتص السوق هذه الزيادة الجديدة في الأسعار سوف تنتهي الأزمة. لو استقر الوضع على كده هيحصل تعديل في الأسعار والأمور هتمشي وخلاص، هيبقى فيه نسبة معينة من الأسعار هتتعدل والسوق هيستقر عليها، واللي هيحاول يحط مارجن أو هامش ربح أعلى من كده المنافسة هتخلي السوق يرجع للنورم الطبيعي أو للوضع الطبيعي للاستقرار في السوق. ومع ذلك أعرب الآخرون عن الحاجة إلى تغيير الممارسات المعمارية الأساسية في مصر وأهمية التحول نحو طرق بناء أكثر استدامة. المنظومة بتاعة التشييد والبناء نفسها اللي هي معتمدة على فكرة التشييد بالخرسانة المسلحة فقط لابد انها تتراجع، فنرجع للتفكير في المواد البناء الأصلية السستينبل اللي ممكن تكون متوفرة في بلادنا.
فايه المانع من ان احنا نخلي جزء كبير جدا من منظومة العمران بتاعتنا معتمدة على الحوائط الحاملة وعلى الحجارة وعلى المواد اللي ممكن تتصنع محليا بدون الاعتماد كله على الأبراج والخرسانات؟ يعمل قطاع البناء على العودة إلى حالة توازن في وقت فيه الكثير من المتغيرات الاقتصادية. قد تؤدي هذه التغيرات إلى إطالة الأطر الزمنية لمشاريع البناء والتعديلات على بعض الممارسات الأساسية. كانت معكم جيداء شكري من تلفزيون الجامعة الأمريكية بالقاهرة.